يقول: من اعتاد على صيام الاثنين والخميس وفي مثل هذه الأيام تكثر المناسبات للأصدقاء والأقرباء وأكثرها في يوم الخميس، فما الحكم؟ هل أستمر في صومي علما بأن البعض من الأقرباء يزعلون إذا لم نأكل عندهم يوم الخميس أو الاثنين؟ إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجبه، خصوصا دعوة وليمة الزواج، هل يجب إجابة الدعوة إليها، ويستحب إجابة الدعوة في غيرها حتى للصائم. الصائم يحضر ويجيب الدعوة، وليس من شرطه أنه يأكل، يحضر ويجلس معهم ويأنس معهم ويدعو لهم وينصرف ولا يأكل، وإن شاء أفطر وأكل، لأن صيام التطوع لا يلزم المضي به، يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يبقى على صيامه ويدعو، لأن المقصود حضوره ورؤيته مع الناس والاستئناس به